يدي كمان القهوه بالسكر. يلا معلمي، كيلو بن وثلاثة كيلو سكر. لك سمعنا شيخ، خلينا نعرف نظبط الحساب بقى. سي فاصول. ما عدت شو عم بقول الملا، خلصني من السي دو الفاصولية تبعك. شو بدي حاكيك جاهي؟ ايه قلي لشو طلع معنا ايراد الجمعة؟ 190 ليرة. قديش المصروف؟ 250. ايه خسارة 60 ليرة. نعمة كريم الحمد لله واكثر. تعرف معلم؟ الله يرحم زمان اول. قال اول ما خلوا شيء الا قالوه مظبوط. شو قالوا يا بيتهوفن زمانك؟ انا بيت طوشي. قالوا يا قاري العلم بين الجاهلين مخطي. ايوه، وما قالوا شيء عن المجانين يلي من نمرتك؟ لسه. هلا الانسان اذا حب يطور نفسه يكون مجنون؟ لا والله، بس يلي بيعاشرك وبيعملك زلمه وبيحكي معك هو المجنون. والله بهالقهوه المجنون احسن، لانه قال بيقول لك المثل لا عين تشوف ولا قلب يحزن. هلا بلا لعي بلا طعمه، بدنا الحكي اللي له زبده. المهم عزل ادانك وافتحه منيح وفهم شو بدي اقول لك. نعم. قرب علي، في واحد مريش إيه؟ حاطط عينه على القهوة إيه؟ بده يشاركنا فيها. الله يعمي قلبه. ليه؟ بده يشاركنا بهالقهوة الخسرانة؟ ليه؟ بعدين بركي أنا إذا بده إجا شاركنا وما عجبتني أخلاقه. لك أنا بدي أمشي تحت أمرك. العفو؟ العفو معلم، تفضل كمل. يلي بدي أقوله إيه؟ إنه هيك فرصة إيه؟ ما لازم نضيعها من إيدنا. طيب يعني بتقصد إنه بس يجي إيه؟ أكم شو أعطيه نص القهوة بالزور. لك دخيل الله على الحكي، لك دخيل النبي، بيجي لشقي اوعي منك انا ايام. طيب هلا بده يضل شريكنا على طول هو؟ لك ما بده يضل شريكنا، اذا عجبنا بنخليه، ما عجبنا بتيجي المصاري من عند اخي من بني زويلا بنصرفه. منيح. شو فهمت علي؟ بنصرفه. بقى يمكن يجي على القهوه لهون ايه؟ يستخبر عن شغلها. ايه شو بدك تقول له؟ يعني بده يمشي من تحت لتحت؟ ايوه يستخبر عن القهوه من تحت لتحت من غير ما حدا يعرف طبعا، مشان بده يشاركنا، بده يشوف شغل القهوه. ما نفهمه يعني الحقيقه من انه القهوه مو ماشيه وصلنا شهرين ما قبضنا معاش. الله يعطيك عافيه. بالعكس لازم نفهمه انه القهوه ماشيه والشغل ماشي تمام وعما نربح وطلبات رايحة وطلبات جاية. شو من فهمه الشغل ماشي، القهوة عم تربح، طلبات رايحة وطلبات جاية. أمرك معلم. شو فهمت علي؟ الشغل ماشي، طلبات رايحة وطلبات جاية. طيب بعدين إذا كان إجا بتدفعوا لنا يعني الإجرة المكسورة؟ لك راح بدفع لك وحبة نسب، بس دير بالك وفهم اللي قلت لك عليه ونفذه تمام. تمر معلم. انا واصل مشوار عندي شغل، دير بالك على القهوة. الله معه. ايه محفوظ برعاية الله. لك عبدو. نعم. ان شاء الله يكون المعلم الشريك الجديد اللي بده يجينا عنده استلمام بالمزيكا ومثقف مشان يقدر مواهبي ونخلص من هذا البرازان بهالقهوة. يمكن من حظك يا غوار. سمعان صوت سيارة؟ اجا صاحبك يمكن. سامي اهلا وسهلا. ويلكم اهلا وسهلا. مرحبا غوار. يا حبيبي ليك الاخ صار يطرقل بالانجليزي. وينه ابو سياح؟ مو موجود خير. في الاخت سايحه. ايه اجنبيه. ايه انا اتفقت مع ابو سياح مشان نجيب له سواح على القهوه، بدها تشرب قديله وتسمع طرب عربي. يا الله. يلا قوم دير بالك عليها. بليز مدام كمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام. ويلكم. ماي نيم از مستر غوار دي توشي. اه هاو يو دو؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ شو بتمري تشربي؟ قهوه، شاي، كازوز، زهورات، مليسه، بن؟ وات يو سي؟ يو وونت ارجيلي؟ ارجيلي؟ اوه يس بيوتيفول. لا ما عندنا فول.
وبعدين الفول ما بنصحك فيه بيعمل نفخه بالبطن بلو بلو بلو. وات هي سي؟ لك ناسي قام يخرف. لك يا بني ادم ناسي اما تقول لك بيوتي فول يعني شيء ظريف كثير مو فول. انتو كافي. ايه فورمي يعني بدها اثنين قهوه واحد لي واحد لها. اون ماي ايز على عيني يعني. لا بالفنجان يا ابني بالفنجان. طيب هات واحد قهوه اثنين قهوه واحد ارجيله للخمسه ولد عجل. شلون دخلك تدفع بخشيش منيح هي؟ طبعا اذا اعتنيت فيها تعطيك بخشيش تمام. يا اهلا وسهلا ويلكم مدام ويلكم. اعطينا الكشه. عملت كشه بسطه عم نبيع كل ما اجانا زلمه هيك غشيم مثل حكايتها منبيعه مشان ابو صياح طيب استرزي. برافو عليك. المربح نص نص لابو صياح. لفهمها مستر غوار مستر طوشي هاف از بضائع فولكلوريه قديمه فولكلور يو نو فولكلور. اوه فيري جود. يو سي مدام. يس يس. فهممت العالم كوميسيونك محفوظ انت. هاي كفيه وعقال تبع قيس ابن الملوح الله يرحمه. وات يو سي؟ يو نو قيس اند ليلى؟ يس اوف كورس. هذول الكفيه والعقال اللي كان يلبسهم قيس اند ليلى. بعدين في عنا في عنا ابائيب سبيسياليتي للمحل هذول كثير اوريجينال شايفه يا مدام؟ بعدهم عن وشي. عفوا هذا ابقاب يا ستنا الكريمه معمول من خشب الكينا شغل باير منيح لوجع الراس. هاو ماتش؟ لك بس نزلهم قديش عم تلاق؟ يا ستي الكريمه اذا قلنا خشب شو اسمه 40 ايه بلا اجرتي إيه؟ 40 ليره. 40 منكون ما ربحنا عليها الا ليرتين. والله ربح قانوني ما شاء الله حولك قانون فهمه. 40 ليره 40 ليره 40 باوند. اوه تو ماتش. اوه الغالي كثير. نو تو ماتش. غالي 40 ليره خليكي مستريحه ما والله بتعبك تفضلي. تو ماتش. طيب سيت داون. الا 30 ليره وما منكون ربحنا عليها الا نص ليره الا ليره. يا ربي ليش الكذب. 30 اه نو تو ماتش تو ماتش. ستي الا 10 ليرات ومنكون ما ربحنا الا نص ليره. 10 باوند. نو 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 هاف باوند. لك اخي احكي لك معها شي كلمه حاجه قاعد مثل البقجه انت بس بدك كوميسيون. ما عاد بدي كوميسيون. عم تقول لك شو قديش امرتي؟ هاف باوند. قديش قالت؟ نص ليره. نص ليره بدك لبقى؟ يس. إيه العيال تطر إيه يبعث لك حما قبلنا وممكن ما ربحنا إلا نص ليرة. تفضلي. ثاني مرة تعلم إنك ما تغش السواق لأنه هي بيسموها سرقة. شو بتعرفي عربي حضرتك؟ طبعا بعرف عربي. أنا من جمعية تشجيع السواح. ها ولازم تعرفوا إن السواح ثروة لبلادنا ومشان هيك لازم نعاملهم منيح لحتى ما نخسرهم كل سنة يجوا لعنا. معك حق والله.